اسمعي شو كتبت لك امبارح ونشرتها على الفيس. شو كتبت؟ كتبت لك مو كتبت مشان صحح. طيب شو كتبت لي؟ معك بشوف الايام الجاية هادية ومثل عيونك صافية دافية وبتلمع وقت تشوفيني، وانا وقت تشوفك بيتزلزل كياني، وبكل ثانية معك بيتعدل مزاجي. حلوة كتير. نشرتها امبارح، اجاني عليها كتير كومنتات ولايكات. لك مياز بدي اسألك شغلة بس ما بتعيب علي؟ شو يعني لايكات وكومنتات؟ دايما بيقولون قدامي وانا مثل الطشمة. حبيبي لازم يكون عندك فيسبوك وتويتر وواتساب لتعرفي شو هدول الشغلات. يعني ايمتى انا بده يصير عندي هالاختراعات؟ حبي لا تزعلي مني بس كتير ضروري بالحياة الواحد يكون عنده فيسبوك وواتساب. الله كريم. هلا المهم ايمت بدنا نخطب؟ شو؟ نخطب؟ كيف يعني نخطب مياس؟ يعني انا ايمت بدي روح اطلب ايدك من اهلك ولبسك خاتم؟ انت اكيد عم تمزح. ليش بقى؟ لانه انت كتير صغير وانا كتير صغيرة ولسه قدامنا الطريق طويل. يعني بعدك انت بكالوريا وانا يا دوب 11. ليش طويل؟ يعني انا رح احاول ارسب السنة، ننجح السنة الجاية سوا ونسافر لعند بابا، نتجوز وندرس هناك. مستحيل. ليش مستحيل؟ لانه انا ما بدي نتجوز مياس، انا بدي بس نحب بعض. شمس فكري بالموضوع، انا رح سافر وعيش عند بابا، ما ضل معنا وقت، عندي جيش. ليك خلينا نروح، انا كثير تاخرت. اتركي هالفستان من ايدك بقى، ليكي كيف عم تخفي؟ لا ما بقدر، لازم خلصه اليوم لانه بدي سلمه بكره الصبح، ما عاد معي مصاري ابدا غير اجرة الطريق اللي بدي اعطيكم اياها. يا ربي دخيلك، بلشت خاف على قيس ليكون صاير معه شيء. لا امي اطمني ما في شيء، بس قيس بده اسبوع ليقبض مشان هيك ما عم يحكي معنا. وانت شو عرفك بالله؟ يعني حسبت براسي انه بعد اسبوع بصير اخر الشهر وبيقبض مصاري، فهو منه بيحكي معنا ومنه بيقلنا انه حيبعت المصاري. ايه بجوز. اهم شيء لازم نعطي مصاري لهذا الغليظ ابو نادر، لسه كل ما مرقت من قدامه بيقول لي اخوكي ما بعت مصاري. ليش كمان اليوم حكى معك؟ ايه وانا راجعه من الجامعه. العمى بعيونه شو وقع؟ انا اليوم سالني وجاوبته، لشو كثرت هالحكي؟ شو بده يزلنا يعني؟ خلص امي خلص، لا تاكلي هم. يا رب بس يحكي قيس يكون بالبيت. لشو بقى؟ بدي اقول له يجيب لي موبايل، بدي احط عليه فيسبوك واتساب وفايبر. اها وشو هدول كمان؟ امي هدول من ضروريات الحياه، يعني اهم من الاكل والشرب حتى، بيحددوا المستوى الثقافي والحضاري للبني ادم. والدراسه اللي عم تدرسيها واللي عم تطلع روحي لحتى تكملي فيها ما بترفع لك من مستواك الحضاري والثقافي؟ بلا أمي بلا، كله بيكمل بعضه. بالله شي حلو، يوم بدك موبايل لطق الحنان، ويوم بدك شو بعرفني هدول الواتساب والفيسبوك كمان لطق الحنان. يعني الحضارة عندكم ياها طق حنان. لك شو أنتو ما بتحسوا ما بتفهموا ما عندكم دم؟ حلو كتير، بلش الموشح اليومي، خليني أقوم أدرس بغرفتي بيكون أحسن. بتعرفي شو؟ أنا الحق علي اللي أجيت وقعدت معكم، ضيعت وقتي. ايه معك حق، لانه نحن مو قد مستواك الحضاري والثقافي يا خانم، ما بنقعد معنا.